Hello my junior four students, I'm Mrs. Myrna. This is my channel Science in a Nutshell. النهاردة هنتكلم عن animal عاملة لكم عليه box mystery كده علشان نقعد نفكر شوية قبل ما نعرف ايه الانيمال ده. اولا ده من الفيفوريت animals بالنسبة لي وساعات بنتلخبط هو animal ولا bird. actually هو bird بس احنا ساعات مجازا علشان هو شبه الانيمالز فبنقول عليه animal وخاصة انه مش بيطير. بيبقى لونه اسود في ابيض وبيكون عايش في المناطق اللي عندها polar climate يعني بتكون ساقعة جدا 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 freezing وكمان ساعات بيعيش في المية وساعات بيطلع يعيش على اللاند. تفتكروا بنتكلم عن مين بالظبط؟ البنجوين. تعالوا نشوف شكله في الحقيقة عامل ازاي. He's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny. Can I ask you something? Can you stand on the snow bare feet for more than 5 minutes? يعني هل تقدر تمشي أو تقف 5 دقايق على السنو وانت bare feet من غير أي شوز في رجليك؟ bare feet يعني حافي. طبعا لا، لا يمكن الهيومن بودي يستحمل انه يقف على السنو بير فيت. لو خدنا الزوم ان كده على رجلين البنجوين هنلاقي ان هو عنده feathers on his body but he has nothing on his feet. الفيت بتاعته بير فيت كانه بيمشي حافي في السنو. بس ازاي هو بيقدر يعمل adaptation وازاي يقدر يستحمل انه يمشي على السنو من غير ما يتعب؟ المكان اللي بيعيش فيه البنجوين اسمه أنتاركتيكا. اسمه ايه؟ أنتاركتيكا. This is one of the coldest places on earth. يعني هو من اكتر الاماكن الساقعه اللي موجوده على الارض. وكمان خلينا نقول ان هو الكلايمت بتاعه اسمه polar climate، يعني الكلايمت زيه زي البولر ريجنز بالظبط. أول حاجة علشان نفهم هو إزاي بيعمل adaptation خليني أوريكم البادي بتاعه عامل إزاي. Penguin has an insulating layer of fat and thick downy feathers that trap warm air against the skin to keep its body warm in the cold freezing places. يعني ببساطة هو عنده layer of fat and thick downy feathers. عنده layer طبقة محوطة جسمه كله عبارة عن fat، fat يعني دهون، و thick downy feathers يعني عبارة عن ريش ناعم كده. الريش بتاعه ده والfat بيعمل trapping للworm air. يعني ايه trapping to the worm air؟ يعني كأنه بيحبس الworm air against his skin. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك لابس جاكيت وتحت الجاكيت ده فيه بولوفر وانت ماشي في الجو ساقعه جدا وحطيت ايديك ما بين البولوفر وما بين الجاكيت هتلاقي الهواء جوه عامل ازاي؟ هتحس ان هو دافي، صح كده؟ ليه؟ عشان الجاكيت اللي انت لابسه عامل ترابينج للورم اير، حابس الورم اير، بيعمل ان هو insulating material، يقدر ان هو يعزل الهواء يحبسه فتفضل انت حاسس ان الدنيا دافة وجميلة رغم ان الجو برا freezing cold. ده بالظبط اللي البنجوين بيحسه. الفات layer والthick downy feathers trap the warm air against their skin to keep its body warm in the freezing cold. يفضل حاسس ان جسمه متدفي رغم ان هو ماشي في السنو ودرجة الحرارة يعني منخفضة جدا. طيب لغاية دلوقتي انا ما جبتش سيرة رجلي. صحيح ان البنجوين feet have no feathers no fat بس it can stand around on the ice all day. يقدر يفضل واقف على الايس طول اليوم. طيب ليه؟ ده بيكون بسبب ال way of movement of the blood in the blood vessels through the penguin's feet. حركة الدم اللي موجودة في الأوعية الدموية اللي موجودة في رجلين البنجوين هي السر ورا الكلام ده. طيب ازاي؟ بتعمل زي سايكل. يعني ايه سايكل؟ هو عنده warm blood vessels و cold blood vessels. ال cold blood vessels هنعتبر اللي هي موجودة في رجليه أو في الفيت بتاعته،
والورم بلاد فيسلز اللي موجودة inside his worm coated body، يعني موجودة في جسمه من فوق اللي متغطي بالفات with thick downy feathers. اللي بيحصل ان بيبقى فيه زي cycle كده، الcold blood اللي موجود in his feet will go up والworm blood اللي موجود in his body will go down. And the worm blood vessels weave around the cold blood vessels، يعني الأوعية الدموية اللي هي بتكون worm بتلف حوالين الأوعية الدموية اللي بتكون cold وتعمل لها heating up، فعمره ما يحس إن رجليه سقعانة. تمام كده؟ يبقى بنقول blood vessels bring cold blood up from the feet. The blood vessels بتاخد blood up، cold blood up from the feet، يعني بيطلع فوق. وبعدين the other blood vessels bring worm blood down to the feet. The worm blood vessels اللي هي موجودة في the feather coated body، في جسمه المتغطي بالريش ده، بتنزل لتحت، يبقى بتاخد the worm blood وتنزل بيه تحت الرجلي. وبعدين the worm blood vessels weave around the cold blood vessels، هي ملفوفة حواليها. ف when they meet، لما بيتقابلوا بتعمل ايه؟ When they meet the warm blood vessels heat up the cold blood vessels so the heat transfers to the penguin's feet. فالheat بتوصل للfeet بتاعت البنجوين.